اليوم رح نستمر بموضوع اعرف إيمانك، بس يمكن لربما بعض المشاهدين ما شاهدوا الحلقة، مع أنه بشجعك تشوفها على اليوتيوب، تفوت على السايت وتشوف الحلقة، لكن إذا ممكن تعطينا ولو بشكل مختصر عن أنواع الإيمان اللي تكلمت عنهم، الإيمان الذي لا يخلص، نعم، الإيمان الذي يؤدي إلى الهلاك الأبدي، تفضل. تكلمنا عن 8 أنواع من الإيمان الذي لا يخلص بل ممكن يقود إلى هلاك أبدي، لأنه بيبقى في قناعة عند الناس إن إحنا مؤمنين. أول نوع الإيمان الظاهري، بيبقى شكله قدام كل الناس إنه مؤمن، لكن المسيح لم يأتمن نفسه عليهم. أيوة. النوع تاني اسمه إيمان شياطيني، والرسول يعقوب قال كده إنه الشياطين يؤمنون ويخشعرون. فالشيطان بيؤمن بوحي الكتاب المقدس، الشيطان بيؤمن أن المسيح هو ابن الله، الشيطان بيؤمن أن المسيح هو الديان، الشيطان بيؤمن أن المسيح هو قدوس الله، الشيطان بيؤمن أن فيه دينونة وأن الله يدين العالم. ناس كتير قوي بتؤمن بنفس هذا الإيمان، بس الإيمان ده من غير ما يكون له حياة فهو إيمان لا يخلص. إيمان المعرفة. في إيمان تاني، إيمان عاطفي مبني على المشاعر، يتأثر بتأثير وقتي، يتبسط في الاجتماع وبره الاجتماع يبقى ماشي حاله. انجاز التعبير، يمكن ما قلتش ده في الحلقه اللي فاتت، لكن بدرونا زي هيرودس، يتبسط قوي من وعظ يوحنا المعمدان، ويتبسط قوي برأس هيرودية وكده، يبقى فرحان في الاجتماع وفرحان برضو برأس العالم. في ايمان ثالث اسمه الايمان الميت. ايمان ميت، الشكل ليه ايمانه ليه معتقداته، لكن لا حياه له، لا ثمر له. ايوه. عنده مبادئ لكن ميت تماما، ما تاخدش منه رجا ولا ثمر ولا حياه ولا اي فعل. في ايمان تاني اسمه الايمان الوقتي، زي الرب يسوع لما قال عن المثل الزارع، لما خرج الزارع ليزرع، في بذار وقعت على ارض شوك وارض محجره، البذره اتغيرت وظهر في نبته لكنها لم تأتي بثمر بسبب الأرض المحجرة أو بسبب الأشواك. وفي ناس كتير قوي بيتأثروا بالاجتماعات، يمشي شوية مع ربنا وبعد كده بيرجعوا للعالم مرة تانية وما بيكملوش في حياة الإيمان. في إيمان تاني بنسميه الإيمان النفعي أو المصلحة، إن في ناس مشي والرب وقعد بيدوروا عليه علشان كان عمل معجزة إشباع الجموع، فقالوا لي أكلتم وشبعتم فأنتوا بتدوروا عليا، فأنتوا مؤمنين بي علشان أعمل لكم معجزة تاني وأكلكم وشبعكم. ناس كتير قوي بيجوا للرب علشان عايزين المصالح أو آيات أو معجزات. في إيمان كمان تاني اللي بيطلب مد الناس، ناس آمنوا بالمسيح وصدقوا رسالتهم بس خافوا على مكانتهم في المجتمع، وخافوا على مكانتهم في الكنيسة، وخافوا على مكانتهم في المجمع بتاعهم، فما قدروش يفقدوا مجدهم في مقابل أنهم يقبلوا مجد الله. فالنتيجة أنهم محبين مجد الناس والناس تمجدهم. أيوة. رغم أنهم مؤمنين. في حاجة تانية، الإيمان الذي يبحث أو يخدع الإنسان نفسه، ده الإيمان الثامن. وده أنا مرات كتير زي ما الكتاب، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. من يعرفه؟ الفاحص القلب ومن اختبر الكلى. وده مرات كتير ناس موهومة ومخدوع، احنا مؤمنين، ما احنا نؤمن بالكتاب المقدس، احنا نؤمن بكل الديانات، احنا نؤمن بكل المعتقدات، احنا بروح كل الكنائس وكل الطوائف، احنا مش متعصبين، وحاجات كتير قوي. ده كله كلام شكله منطقي كويس، لكن هو هل هو فعلا في الإيمان؟ هل قبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته؟ الحقيقة بيكتشف ان هو مخدوع في هذا الإيمان، وهذا الإيمان لا يخلص بل يؤدي إلى هلاك أبدي.